الايام الخاصيه الثانيه قلنا عندنا خواص المواعي المتحركه صبيان وزوجه، تمام؟ خدنا الصبيان وعرفنا انواعه، هادئ ومنطرد، وان الهادئ يعبر عنه بخطوط وهميه اسمها خطوط الانسياب. عرفنا خواص خطوط الانسياب وشروط الصبيان الايه الهادئ، واستنتجنا العلاقه بتاعت ايه 1 في 1 بيساوي ايه 2 في 2. ايه هي اللزوجه؟ عشان نفهم معنى اللزوجه عمل تجربتين صغيرين ومعين متماثلين، وحط تحت كل واحد منهم كاس، وحط كميتين متماثلتين من الميه والجليسرين، لقينا كميه الميه اللي اتجمعت هنا اكتر من كميه الايه الجليسرين. ده معناه ايه؟ معناه ان الماء ينساب اسرع من الايه من الجليسرين، او بمعنى تاني مقاومة الجليسرين للانسياب أكبر من مقاومة الماء للإيه؟ للانسياب، تمام؟ يبقى جبنا أمعين زي بعض، حطينا فيهم كميتين متماثلتين من الماء ومن الإيه؟ وحطينا كاسين تحت الأمعين، لقينا كمية الماء اللي اتجمعت في نفس الزمن إيه؟ أكتر، يبقى معناه ان قابليه ان الماء للانسياب اكبر من قابليه الجليسرين للايه للانسياب، او الجليسرين بيقاوم الانسياب اكتر من الايه من الميه. تجربه ثانيه، مخبارين متماثلين فيهم كميتين، واحد منهم مليان ميه والتاني مليان ايه جليسرين، رمينا كورتين خلناهم يسقطوا سقوط حر، الكرة اللي سقطت في المية وصلت للقاع قبل الكرة اللي سقطت فين؟ في الجليسرين، تمام؟ يبقى مقاومة الجليسرين لحركة الأجسام فيه أكبر من مقاومة الماء لحركة الأجسام فيه. يبقى أقدر أقسم السوائل لنوعين، في سوائل قابليتها للانسياب كبيرة ومقاومتها لحركة الأجسام فيها صغيرة، بنسميها سوائل أقل لزوجة أو لزوجتها صغيرة، وفي سوائل بتقاوم الانسياب مقاومتها الانسياب كبيرة ومقاومتها لحركة الأجسام فيها كبيرة، فبنقول السوائل دي لزوجتها إيه كبيرة. يبقى في سوائل لزوجة، لا لزوجة حاجة وكثافة حاجة. نقول ايه هي اللزوجة بقى؟ اللزوجة هي خاصية تنشأ من وجود قوى احتكاك بين الطبقات تعوق انسيابها وتعوق حركة الأجسام فيها. اللزوجة غير الكثافة، اللزوجة هي خاصية تنشأ من وجود قوى احتكاك بين طبقات الايه؟ الماء وبعضها، تعوق انسيابها وتعوق حركة الأجسام ايه؟ فيها. بمعنى تاني، لو جبنا كوبايتين، واحدة فيها مية والتانية فيها عسل، وجبنا معلقتين وقلبنا في المية وقلبنا في الايه؟ في العسل، ألاقي حركة المعلقة فين أسهل؟ المية. يبقى العسل يقاوم حركة الأجسام فيه أكبر من المية. تمام؟ جينا صبينا الاثنين كبيناهم، مين اللي ينساب اسرع؟ المية. يبقى العسل سائل يقاوم الانسياب ويقاوم حركة الأجسام ايه؟ فيه أكتر من المية، عشان كده نقول ايه؟ العسل أكثر لزوجة من الماء. فإيه هو مفهوم اللزوجة؟ أو إيه معنى كلمة لزوجة؟ خاصية سببها وجود قوة احتكاك بين الطبقات تعوق انسيابها وتعوق حركة الايه؟ الأجسام فيه. لا لا، دي خاصية ودي خاصية تانية. أنا باخد الوحدة التانية دي اسمها خواص المادة. الكثافة خاصية، الضغط خاصية، اللزوجة خاصية، الطفو، تمام؟ فبناخد الخواص، خدنا السرقان وخدنا الإيه؟ اللزوجة، فاللزوجة دي خاصية تانية خالص. ماشي، نقول إيه سببها بقى؟ يقول لي كيف يمكن تفسير خاصية الإيه؟
قال لزوجة ازاي نفسر هذه الخاصية. هنفرض لوحين افقيين ونفرض بينهم سائل، يعني هفرض ان في لوحين وفي بين اللوحين دول ايه سائل، نتخيل السائل على شكل طبقات ماشي، ونفرض ان اللوح السفلي ده ايه ساكن، واللوح العلوي اثرت عليه بقوه مماسيه اف فاكتسب سرعه بي ماشي. تعال نبص لعماره او برج 10 ادوار، هل سرعه الهواء عند الدور الاولاني زي الثاني زي الخامس زي العاشر؟ فين اسرع؟ فوق. ليه؟ طبقه الارض اللي هي جنب الدور الاولاني الارض ساكنه، يبقى طبقه الهواء اللي جنبها ايه ساكنه بفعل قوه التلاصق ما بين الطبقه دي وبين الايه الارض ماشي. كل ما اطلع لفوق كل ما سرعه الطبقه ايه بتزيد، لحد ما اطلع للدور العاشر سرعتها اكبر، يبقى طبقه الهواء فيها ايه اشد. في النهر ماشي، الاقي النباتات تنمو فين؟ جنب الشط. ليه جنب الشط؟ عشان الشط ساكن، يبقى الطبقه اللي جنبه طبقه ما اللي جنبه ساكنه تسمح بنمو الايه النبات ماشي. فقول لي الطبقه دي ساكنه والطبقه دي الحراره اثرنا عليها بقوه مماسيه اف فاكتسبت سرعه ايه، يبقى طبقه السائل الملاصقه للوح السفلي ده سرعتها ايه صفر بفعل قوه التلاصق بينها وبين اللوح. طب والطبقه اللي فوق دي سرعتها في برضه بفعل قوة التلاصق بينها وبين اللوح، والطبقات اللي بينهم تتدرج السرعه من صفر الى ايه؟ الى في. يبقى الاول فرضت لوحين وفرضت بينهم سائل وتخيلت السائل ده على شكل طبقات، فرضت ان اللوح اللي تحت ساكن واللوح اللي فوق اثرنا عليه بقوه مماسيه اف فاكتسب سرعه ايه في. الطبقه اللي تحت ساكنه، ايه سبب سكونها؟ قوه التلاصق منها وبين اللوح ده. الطبقه اللي فوق دي بتتحرك بسرعه في بفعل قوه التلاصق برضه بينها وبين الايه اللوح. طب والطبقات بينهم تتدرج من صفر الى ايه الى في، فكل طبقه فوق منها طبقه اسرع منها، كل طبقة من دول فوق منها ايه؟ طبقة أسرع تحاول زيادة سرعتها، فتنشأ قوة شبيهة بقوة الاحتكاك بين الايه؟ الطبقات، تعوق انسيابها وتعوق حركة أجسامها. ثلاثة بيجروا مع بعض ماسكين في ايدين بعض وبيجروا، واحد سريع واحد أبطأ واحد أبطأ، بعد شوية ايه اللي يحصل؟ هيشكلوا مع بعض. ليه؟ وانا عايز اجري وهو مبطئني، ايه اللي يحصل؟ يحصل احتكاك تمام. يبقى لا يحدث احتكاك الا اذا كان هناك ايه فرق في السرعه، فرق راي ما بين طبقات في المجتمع عمل ايه مشاكل، فرق راي عامل مشكله اهو، فرق سرعه يقوم يعمل احتكاك بين الايه الطبقات. يبقى لو قال لي كيف يمكنك تفسير خاصيتي بزوجة الرسمة أفضل لي، أقول له نفرض لوحين أفقيين وبينهم سائل وتخيل السائل ده على شكل طبقات، أفرض كمان إن اللوح السفلي ده إيه ساكن واللوح العلوي أثرت عليه بقوة مماسية إف فاكتسب سرعة بي، طبقة السائل اللي جنب اللوح السفلي ساكنة بسبب إيه؟ قوة التلاصق بينها وبين اللوح، طبقة السائل الملاصقة للوح العلوي سرعتها في بسبب قوة التلاصق بينها وبين الايه اللوح، والطبقات اللي بينهم تتدرج من ايه؟ من صفر إلى في، كل طبقة فوق منها طبقة أسرع بتحاول زيادة سرعتها، فتنشأ قوة شبيهة بقوة الاحتكاك بين الطبقات، تعوق الانسياب وتعوق حركة الايه الأجسام. ايه؟ قوة ده انا عايز اعرف حاجة،
ففرضت ان اللوح ان فيه لوحين، وفرضت ان انا اللي اثرت من بره بقوه مماسيه اف. القوه دي اي حاجه تحرك اللوح ما تبقاش قوه عموديه. لا، لو قوه عموديه يبقى ضغط، ده موضوع تاني ولسه هنتكلم عليه. القوه المماسيه لا تسبب ضغط، ما ضغطتش على السائل لان السائل كمان لا ينضغط، انما ايه اللي انا عملته؟ اثرت عليه بقوه، خليته يتحرك افق كده، اسمها قوه مماسيه. تمام، هذه القوه الممسيه تتوقف على ثلاث عوامل: مساحه سطح اللوح او الطبعه، العامل الثاني بي اللي هي فرق السرعه بين اللوحين او بين الطبقتين، العامل الثالث دي اللي هي البعد العمودي بين اللوحين او بين الطبقتين. يبقى القوة المماسية F تتوقف على كم عامل؟ ثلاثة: الـ A والـ V والـ D. الـ A دي اللي هي ايه؟ مساحة سطح اللوح او الطبقة. الـ V فرق السرعة بين اللوحين او بين الطبقتين. الـ D اللي هي البعد العمودي بينهم. ما العلاقة بين القوة المماسية دي F اللي هي قوة اللزوجة وكل عامل من هذه العوامل؟ الاف تتناسب فرضيا مع الايه؟ كل ما زادت مساحة سطح اللوح عشان اديله نفس السرعة لازم القوة ايه؟ تزيد. تمام؟ الاف تتناسب فرضيا مع البي. لو عندي لوحين وعايز اخلي واحد منهم يتحرك بسرعة ايه؟ اكبر، يبقى لازم القوة تبقى ايه؟ اكبر. الاف تتناسب عكسيا مع الدي. التلات علاقات دول لو جمعتهم في علاقة واحدة مش تبقى اف تتناسب مع ايه؟ بي على دي. ما هي طردي مع الايه؟ طردي مع البي عكسي مع، اشيل علامة التناسب احط مكانها ثابت في ايه؟ بي على دي. الثابت ده هو اسمه معامل اللزوجة ورمزه ايتا. يبقى F تساوي إيتا، إيه بي على إيه؟ على دي. تمام؟ يبقى لو قال لي استنتج معامل اللزوجة، أقول له قوة اللزوجة اللي هي القوة المماسية دي تتوقف على ثلاث عوامل، على الـ A والـ V والـ D. طردية مع الـ A، طردية مع الـ V، عكسية مع الـ D. تمام؟ يبقى F بتتناسب مع إيه؟ بي على D. شلت علامة التناسب حطيت يساوي مقدار ثابت. المقدار الثابت ده اسمه معامل اللزوجة. في فرق بين معنى اللزوجة ومعامل اللزوجة. معنى اللزوجة هي خاصية سببها أو تنشأ من وجود قوة احتكاك بين الإيه؟ الطبقات، تعوق انسياب الطبقات وتعوق حركة الإيه؟ الأجسام. تمام؟ إنما معامل اللزوجة هو القيمة. إيه هو معامل اللزوجة؟ اقدر اقول ايتا دي بتساوي اف لو كان المقدار ده بكام؟ واحد. يعني لو ايه بتساوي واحد متر مربع، والبي بتساوي واحد متر على الثانية، والدي بتساوي واحد متر، صح؟ يبقى معامل اللزوجة ايتا هو ايه؟ القوة المماسية المؤثرة على وحدة المساحات، فينشأ عنها فرق في السرعة مقداره الوحدة بين طبقتين البعد العمودي بينهما واحد متر. يبقى ايتا معامل اللزوجة هو ايه؟ القوة المماسية F المؤثرة على وحدة المساحات، ينشأ عنها فرق في السرعة مقداره بين طبقتين البعد العمودي بينهما واحد متر. تمام؟ طيب ما هي العوامل لو خدنا معامل اللزوجة؟ ايتا هتساوي F دي على A B. ما هي العوامل التي يتوقف عليها معامل اللزوجة؟ تمام، ايه هي العوامل توقف عليها معامل اللزوجة؟ يا رب يا سيدي. ها تمام، وايه كمان؟ مين يزود؟ يلا يا ظالم انت، هو
نوع السائل ودرجة الحرارة. مش أول الوحدة. قلت لك خلي بالك الخاصية المميزة تتوقف على عاملين، نوع المادة ودرجة الايه؟ زي الكثافة ومعامل لزوجة، وكتبنا أربع حاجات. تمام؟ عندك في الوحدة دي حاجتين أهو، الكثافة ومعامل اللزوجة. معامل اللزوجة يتوقف على نوع المادة اللي هو نوع السائل وعلى درجة الايه؟ الحرارة. تمام؟ ليه؟ اصله خاصية مميزة للمادة. ما عدا الاثنين دول اكتب القانون وطلع منه، انما دي مش من قانون. تمام كده؟ يبقى عندك حاجتين في الوحدة دي كلها. ونقولنا الامتحان الذكي لو يجي يقول لي ما العوامل المفروض يجيب لي حاجة من دول، عشان عرفت امتى اقول نوع المادة ودرجة الحرارة وامتى اقول من القانون. يبقى الكثافة ومعامل اللزوجة الاثنين دول في الوحدة الثانية كلها تتوقف على نوع المادة ودرجة الايه؟ ما عدا ذلك الضغط قوة على مساحة، او اللي يتوقف على القوة على المساحة. ماشي؟ يبقى خلي بالي هنا الكثافة ومعامل لزوجة اسمها ايه؟ خواص مميزة للمادة تتوقف على نوع المادة وعلى درجة الايه؟ اي حاجة تانية غير دول هات من القانون. ماشي؟ طيب حاجة تانية، ايه وحدات قياس معامل اللزوجة؟ حد فاكر وحدات قياس الضغط؟ نيوتن على متر تربيع، جول على متر تكييف، كيلو جرام على متر في ثانية تربيع، باسكال. صح؟ يبقى وحدات قياس الضغط كام وحدة؟ أربعة. باسكال، نيوتن على متر تربيع، جول على متر تكييف، كيلو جرام على متر في ثانية تربيع. أقدر أحفظ منهم وحدات قياس معامل اللزوجة إزاي؟ أضربهم في ثانية. يبقى نيوتن في ثانية على متر تربيع، جول في ثانية على متر تكعيب، كيلو جرام على متر في ثانية بس، شلت الثانية مع التربيع، باسكال في ثانية. يبقى اللي يحفظ الأربع وحدات بتوع الضغط أحفظ منهم الأربع وحدات بتوع معامل إيه؟ اللزوجة. أقول لهم نفس وحدات قياس الضغط بالظبط بس مضروبين في إيه؟ في ثانية. دايماً في سؤال وبنعتبره من ارخم اسئله الايه؟ الثانويه العامه. يقول لك يجيب لك مجموعه وحدات ويقول لي اذكر الكميه الفيزيائيه التي تقاس بالوحدات الاتيه ثم اذكر وحده مكافئه لها. تمام؟ فلو جاب لي حاجه لازم السؤال ده هو لو جابه يا اما يجيب الضغط ومعامل لزوجه يا اما لازم واحده من الاثنين. تمام؟ وحدات القياس هنا اهو. اقول له وحدات الضغط نيوتن على متر تربيع، جول على متر تكعيب، كيلو جرام على متر في ثانية تربيع، باسكال. تمام؟ أضرب الوحدات دي في ثانية تطلع لي الأربع وحدات بتوع معامل إيه؟ اللزوجة. يبقى عرفنا معنى اللزوجة، المعنى بتاعها إيه هي؟ خاصية تنشأ من وجود قوة احتكاك بين الطبقات تعوق انسيابها وتعوق حركة الأجسام فيها. كيف يمكن تفسير خاصية اللزوجة؟ خدت منها القوة الممسية F تتوقف على كم عامل؟ ثلاث عوامل، المساحة وفرق السرعة والبعد العمودي. تتناسى الطردي مع المساحة، تتناسى الطردي مع السرعة، تتناسب عكسي مع البعد العمودي. طلعت منها معامل اللزوجة. عرفت يعني ايه معامل اللزوجة؟ إيتا هو الـ F لما A بواحد وV بواحد ودي بواحد. أكتبها إزاي؟ أقول له معامل اللزوجة هو القوة المماسية المؤثرة على، فينشأ عنها فرق في السرعة مقداره بين طبقتين البعد العمودي بينهما ايه؟ واحد متر. تمام؟ طلعت قانون حساب معامل اللزوجة. عرفت العوامل التي يتوقف عليها معامل اللزوجة وهما كم عامل؟ عاملين اللي هما نوع السائل ودرجة ايه؟ الحرارة. عرفت وحدات قياسه ان هي نفس وحدات قياس الضغط ولكن مضروبه في ايه؟ في ثانية. تمام؟ اخر حاجه تطبيقات اللزوجه. اول حاجه تزييد
وتشحيم الآلات المعدنية. المروحة دي والمروحة دي في فرق بينهم، لما بنشغل دي بنلاقي صوتها ايه؟ عالي، مش كده؟ يقولوا عايزة ايه؟ تتشحن. ليه بنلجأ لعملية التشحيم أو التزييد؟ العربية لازم تتشحن، ماشي؟ عشان ايه؟ اللي قال يلين حركتها. طب لو حركتها اتصعبت ايه الضرر؟ هي أجزاء معدنية لما تحتك حرارة، حرارة تقوم تتمدد فتقوم تاخد حيز أكبر من حيزها، تقوم إيه؟ تحتك ببعضها تتاكل، تمام؟ فأنا لما باجي أعمل لها عملية تزييد للمروحة مثلا، أنا بحول طاقة كهربية لطاقة حركية. طب لو جزء من الكهرباء تحول لحرارة، مش ده فقط؟ أنا مش محتاج حرارة، محتاج حركة. يبقى في فقد في الطاقه الكهربائيه جزء على شكل ايه؟ حراره، وممكن يعمل تاكل لاجزاء الايه؟ الاله. يبقى ليه بنلجا لتزييد وتشحيم الالات؟ لتقليل الطاقه المفقوده على شكل حراره. السبب الثاني حمايه اجزاء الاله من التاكل، نحمي اجزاء من ايه؟ الزيوت المستخدمة في تشحيم الآلات يجب أن تكون عالية اللزوجة، تبقى لزوجتها إيه؟ عالية. يقول لي علم ليه الزيوت اللي بستخدمها في التشحيم يجب أن تكون عالية اللزوجة؟ عشان تلتصق بأجزاء الآلة. لزوجة عالية تقوم تلزق في أجزاء الإيه؟ الآلة، فتحميها من التآكل وتقلل الطاقة المفقودة على شكل إيه؟ يبقى يجب أن تكون الزيوت المستخدمة في تشحيم الآلات عالية الإيه؟ اللزوجة. ليه؟ أقول له حتى تلتصق بأجزاء الآلة فتحميها من التآكل وتقلل الطاقة المفقودة على شكل إيه؟ حرارة. حاجة تانية، الماء لا يصلح لتزييد الآلات لأن زوجته ضعيفة، فلا يلتصق بأجزاء الآلة، ينساب بسرعة، يقع، لا يلتصق بأجزاء الإيه؟ الآلة، فلا يحميها من التآكل ولا يقلل الطاقة المفقودة على شكل إيه؟ يبقى ليه بنلجأ لتزييد وتشحيم الآلات؟ عنه لتقليل الطاقة المفقودة على شكل حرارة وحماية أجزاء الآلة من التآكل. ليه يجب أن تكون الزيوت عالية اللزوجة حتى تلتصق بأجزاء الآلة فتحميها من التآكل وتقلل الطاقة المفقودة على شكل إيه؟ حرارة. الماء لا يصلح لتزييد الآلات لأن زوجته ضعيفة، فلا يلتصق بأجزاء الآلة، فلا يحميها من التآكل ولا يقلل الطاقة المفقودة على شكل إيه؟ حرارة. رابع حاجة، الزيوت المستخدمة في التشحيم صيفا تختلف عن المستخدمة إيه؟ شتاء. كلمنا عند الشباك ليه الزيوت المستخدمة في التشحيم صيفا تختلف عن المستخدمة شتاء؟ لما جيب برطمان عسل واحطه في الثلاجة لزوجته بتزيد، اطلعه بره الثلاجة واسيبه شوية لزوجته ايه؟ يقل. يبقى اذا اللزوجة بتتأثر بدرجة حرارة. يبقى الزيوت التي تستخدم في التشحيم صيفا تختلف عن المستخدمة ايه؟ شتاء. اصل اللزوجة بتقل بارتفاع درجة الحرارة، لان اللزوجة تقل بارتفاع درجة ايه؟ الحرارة، تمام؟ يبقى في عندي في الحتة دي كام تعليل؟ اربعة. اول حاجة، ايه سبب تزييد وتشحيم الالات اصلا؟ ليه؟ يقول لي علم تقليل الطاقة المفقودة على شكل حرارة حماية اجزاء الالة من التآكل.
تمام؟ الحاجة التانية، ليه الزيوت المستخدمة في التشحيم يجب أن تكون لزوجتها عالية؟ تلتصق بأجزاء الآلة فتحميها من التآكل وتقلل الطاقة المفقودة على شكل حرارة، تمام؟ الماء لا يصلح لتزييت الآلات عشان لزوجته ضعيفة، فلا يلتصق بأجزاء الآلة فلا يحميها من التآكل ولا يقلل الطاقة المفقودة على شكل حرارة. الزيوت اللي بتستخدم صيفا تختلف عن المستخدمة ايه؟ لأن اللزوجة تقل بارتفاع درجة الحرارة، تمام؟ تاني تطبيق اللي هو توفير استهلاك الوقود بالنسبة لقادة المركبات. بالنسبة للسيارات، ايه الفرق في الشكل ما بين السيارات القديمة والجديدة؟ القديمة كانت تلاقي الوش بتاعها ايه؟ مستطيل كده. الجديدة الوش واخد انسيابية، تمام؟ ليه؟ عشان يوفروا استهلاك الوقود. جابوا الشكل الجديد ده منين؟ شكل الطيارات، لأن الطيارات أصل تصميمها إنها تتحرك في الهواء، والهواء له لزوجة، ولما جسم يتحرك فيه بيقاوم برضه، تمام؟ مهما كانت المقاومة حتى ولو ضعيفة، لو قدرت تتغلب عليها توفر الوقود برضه، ماشي؟ فهنا في حسبايا حسبوها كده، يقولوا في السرعات الصغيرة والمتوسطة تتناسب مقاومة الهواء طرديا مع السرعة، إنما في السرعات الكبيرة مقاومة الهواء تتناسب طرديا مع مربع الايه؟ السرعة. يبقى كل ما السرعة تزيد استهلاك الوقود يزيد. ليه؟ لأن كل ما السرعة تزيد المقاومة تزيد قوي، لأنها بتتناسب مع مربع الايه؟ السرعة. يبقى عشان أدي السيارة السرعة المطلوبة لازم أدوس بنزين ايه؟ أكتر، فيقوم يدي العربية طاقة أكبر، جزء منها للتغلب على مقاومة الهواء والباقي يدي لها الايه؟ السرعة المطلوبة. فيقول لي علم، ليه بينصح قادة السيارات بالحد من السرعات الكبيرة؟ ليه قادة السيارات ينصحوا بأنه ما يزودش السرعة عن حد معين؟ أقول له لأن في السرعات الكبيرة بتتناسب مقاومة الهواء طرديا مع مربع الإيه؟ فالسائق يبذل شغل أكبر عشان يتغلب على مقاومة الهواء الناشئة بفعل اللزوم، فيزداد استهلاك الوقود. يبقى هما ليه بينصحوه إن هو ما يزودش السرعة؟ عشان ما يزيدش استهلاك الوقود، عشان في السرعات الكبيرة مقاومة الهواء بتتناسب طرديا مع مربع الإيه؟ السرعة، عشان في جزء من الطاقة اللي بذلها للتغلب على مقاومة الهواء الناشئة بفعل الإيه؟ لزوجة الهواء. تمام؟ آخر حاجة اختبار سرعة الترصيب. إيه هي سرعة الترصيب دي؟ هي السرعة النهائية لسقوط كرات الدم الحمراء خلال البلازما. الدم عبارة عن بلازما وكرات دم حمراء وكرات دم بيضاء وصفائح ايه؟ دموية. كرات الدم الحمراء عبارة عن جسم صلب بيتحرك في مائع وهو البلازما، فلو سرعة لا قدر الله اللي بيعمل عملية بيطلب منه اختبار سرعة ايه؟ ترصيب. ايه هو اختبار سرعة الترصيب ده؟ قياس السرعة النهائية لسقوط كرات الدم الحمراء خلال الايه؟ البلازما. لها معدل طبيعي بتقطع 15 ملي متر بعد ساعة او 30 ملي متر بعد ساعتين. السرعة دي اللي هي سرعة الترصيب تتناسب طرديا مع مربع نصف قطر كرة الدم، بتتناسب مع مربع نص قطر ايه؟ كرة الدم. في بعض الامراض زي الحمى الروماتيزمية والنقرس،
تمام؟ بسبب ان زوجه كرات الدم الحمراء بتلزق مع بعضها تلتصق ببعضها، يقوم حجمها يزيد، نص قطرها يزيد، سرعه الترسيب ايه؟ يزيد. فيقول لي علم ليه بتزداد سرعه الترسيب في مرضى الحمى الروماتيزميه والنقرس؟ اقول له بسبب ان زوجه تلتصق كرات الدم الحمراء ايه؟ مع بعضها، فيزداد حجمها فتزداد سرعه الترسيب. تمام؟ يبقى ليه بتزداد سرعه الترسيب في مرضى الحمى الروماتيزميه والنقرس؟ اقول له بسبب اللزوجه كرات الدم الحمراء تلتصق مع بعضها فيزداد حجمها فيزداد نص القطر فتزداد سرعه ايه؟ الترسيب. في الانيميا واليرقان، الانيميا والصفرة، ماشي، ليه سرعه الترسيب بتقل؟ كرات الدم الحمراء بتتكسر فحجمها يقل، نص قطرها يقل، سرعه الترسيب ايه؟ يبقى الاول اعرف ان سرعه الترسيب تتناسب طرديا مع مربع نص قطر كره الايه؟ الدم. في الحمى الروماتيزميه والنقرس بسبب اللزوجه كرات الدم الحمراء تلتصق مع بعضها، يقوم حجمها يزيد، نص قطرها، سرعه الترسيب تزيد. في الانيميا والصفرة كرات الدم الحمراء بتتكسر حجمها يقل، نص قطرها، سرعه الترسيب ايه؟ تمام. القانون اللي هو اف بتساوي ايتا اي بي على دي، الايه لازم تبقى متر مربع. طب لو كانت سنتي متر مربع وعشرة اس سالب اربعة، لو كانت ملي متر مربع وعشرة اس سالب ستة، الدي مسافة لازم تبقى ايه؟ متر. لو جتني بالسنتيمتر ب10 اس سالب 2، لو جت بالملي متر ب10 اس سالب 3. القوة اف لازم تبقى نيوتن، لو جت بثقل الكيلو جرام في عجلة الجاذبية، لو بثقل الجرام في 10 اس سالب 3 في عجلة الايه؟ الجاذبية. طبعا الوحدات دي قديمة بس بنراجعها عشان نفتكر بس. تمام؟ يبقى اقول له لما اجي احل مسائل اخلي بالي. المسألة هو قانون واحد فالمسائل مباشرة، ولكن أهم شيء تحويل الوحدات. المساحة لازم تبقى متر تربيع، لو كانت سنتيمتر مربع في 10 أس سالب 4، لو كانت ملي متر مربع 10 أس سالب 6. الدي مسافة للبعد العمودي، لو كانت بالسنتي في 10 سالب 2، بالملي متر في 10 سالب ايه؟ 3. القوة لازم تبقى بالنيوتن، لو جتني بثقل الكيلو جرام في عجلة الجاذبية، لو جت بثقل الجرام في 10 سالب 3 الأول عشان أحول الجرام لكيلو وبعدين أضربه في عجلة الايه؟ الجاذبية. تمام؟ ده صفحة 57. مساحتها 100 سنتيمتر مربع تتضرب في كام؟ سالب 4. تبعد عن صفيحه ثانيه طبعا من سائل مساحتها الطبقه دي عمقها او بعدها 2 ملي ف 10 اس سالب 3، معامل اللزوجه 40، جايب لي نيوتن في ثانيه على متر تربيع او اي واحده من الوحدات. القوة المؤثرة 100 ثقل جرام في 10 أس سالب 3 في عجلة إيه؟ احسب السرعة. إف بتساوي إيتا إيه بي على إيه؟ ال 100 في 10 أس سالب 3 في عجلة الجاذبية هتساوي 40. الإيه 100 في 10 أس سالب 4
البي على 2 ملي في 10 سنتيمتر. تعويض مباشر. أهم شيء تحويل الوحدات. تمام كده؟ المسألة اللي هي رقم 4 بتاعة 2008. طبقة من سائل سمكها كام؟ 8 سنتي. بين لوحين عايز يحسب القوة اللازمة لتحريك لوح مساحته نص متر تربيع بسرعة بتساوي 2 متر على الثانية، علما بأن معامل الأسبوع كام؟ 8 من 10. عشان أحرك لوح ما بين اللوحين في سائل، ايه اللي ماسك اللوح ده في السائل؟ اللزوجه. اللزوجه بتاعت السائل. عشان افصل اللوح ده واحركه يبقى لازم ااثر عليه بقوه اف 1 تفصله عن اللوح اللي فوق، وقوه اف 2 تفصله عن اللوح الايه؟ يبقى القوه دي مش بتساوي اف 1 زائد اف 2 اللي هي ايتا اي بي على دي 1 زائد ايتا اي بي على دي 2. تمام؟ الايتا عندي 8 من 10 والاي بنص والفي ب 2 ودي 1 ب 2 سم في 10 والسالب 2، عشان قال لي يبعد عن احدهما ايه؟ 2 سم، يبقى بيبعد عن الثاني كام؟ 6، وتبقى دي 2 بتساوي 6 في 10 والسالب 2. لازم احسب القوة اللي تفصله عن اللوح اللي فوق، والقوة اللي تفصله عن اللوح الايه؟ اللي تحت. يبقى محصلة القوة هي اف زائد اف 2. ليه؟ عشان في نفس الاتجاه. القوة اف بتساوي ايتا اي بي على دي، ودي 1 بكام؟ 2 سم، ودي 2 بكام؟ ب 6 سم. هتطلع القوة ده ب 53 و33 من 100 نيوتن. الطلب الثاني عايز ايه؟ الضغط الناشئ عن هذه القوة. احسبه ازاي؟ صفر. الضغط الناتج بصفر. ليه؟ لأن هذه القوة مماسية والضغط ينشأ عن ايه؟ قوة عمودية. يبقى جايب لي مسألة في 2008 أنا حسبت قوة وعندي مساحة، الطالب اللي مش فاهم هيقول له بي بتساوي اف على ايه، والاف موجودة والايه موجودة والحمد لله تمام، بس غلط. ليه؟ أصل الضغط بينشأ من قوة عمودية، الضغط هو القوة المتوسطة المؤثرة عموديا على وحدة، إنما دي قوة إيه؟ مماسية لا تسبب ضغط، يبقى ضغطها بيساوي إيه؟ صفر. تمام؟ سهل. كل وحدة مختلفة.